ومن جانبه أشاد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح بن حمد التويجري بالتوجيهات الرئاسية بتقديم المساعدات الإغاثية إلى ليبيا، كما طالب بتوفير كافة أشكال الدعم للمتضررين من الإعصار. أثلج صدري ما صدر من السلطات المصرية والرئيس السيسي، وأثلج صدري كذلك زيارة رئيس الأركان إلى ليبيا، وكنت في اجتماع مع الهلال الأحمر المصري يوم أمس، وكذلك عرفت من خلالهم كمية المساعدات التي الآن جاهزة للشحن إلى ليبيا الشقيقة، فهذا لا يستغرب على مصر وأهل مصر، وهذا الحقيقة دور يعني تقوم به مصر في كل الكوارث وتستجيب لجميع النداءات، ما بالك إذا كان جار وشقيق مثل ليبيا. فالحقيقة شيء يثلج الصدر، فالهلال الأحمر الليبي وفرق البحث والإنقاذ مستعدة لتقديم يد العون للسلطات في ليبيا.